عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي علي محمد عفيفي من متهبش البلية مركز سانت الغربية. انا عشت فيه من صغري حرامي. كنت حرامي كبير. كنت اسرق فلوس كتير. كنت اسرق فلوس وموبايلات ومال الناس مش قدامهم. فانا عندي 16 سنة الوقت. فربنا ندم عند ربنا. معجزة ندم عند ربنا. دي معجزة. انا قمت قطع ايدي الاولانية عشان اتوب. تحت القطر. من سنتين قطعت الرادات عشان اتوب. قطعت ايدي ديت وخفيت وعملت 100 سرقت بيت التانية. قمت قاطعها في شهر 12/4/2011. قاطعها في شهر 12/4/2011 عشان ما اسرقش. وبطلت سرقه. انا بقول للرئيس المخلوع وبقول لباراك اوباما وبقول للشعب العربي والشعب الاوروبي والدول العربيه كلها ودول اوروبيه، السارق القطع دي الزاني ينجلد او يترجم. اللي بيشرب خمر معصيه من عند شرع، معصيه شرع من عند الله. السارق انقطع ديه، شرع الله ده منافذ من القران. انا مش كافر، انا بص انا بصلي وبعمل ربنا بيت 100 دي. السارق انقطع ديه والزاني انقطع رجم. واللي بيشرب خمر وبيشرب مخدرات واللي بيشرب بانجو معصيه من عند الله شرعا، معصيه شرعا، اي حاجه شرعا. انا جاي النهارده عشان اخواني الشهداء اللي في سينا واخواني الشهداء اللي في التحرير. اي شهيد على ظهر مصر جاي علشانهم. دم الشهداء ده مش هيروح هدر. دم الشهداء ده يعني اخوات الجندي، الجندي اللي مات على الحدود مش هيروح هدر. انا مع المصريين مهما يروحوا لفين حد. يعني انا اسمي علي عفيفي. خش على الفيسبوك بتاعه انت تعرفه. انا اسمي علي عفيفي. خش على الفيسبوك انت تعرفه. دم الجندي، دم الضباط الابرياء مش هروح حضر. انا بوجه كلمتي لاسرائيل وبوجه كلمتي للرئيس الوزير الاسرائيلي، بوجه كلمتي كلهم. يعني شعب جامد زي ما خلعنا حسني مبارك هنخلع ام السفير الاسرائيلي ابن الكلب. معلش يعني زي ما خلعنا حسني مبارك هنخلع اي واحد. احنا شعب مصر، شعب رجاله، شعب الجيش المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.